ولدى استقبال سموه لعدد من كبار افراد العائله المالكه الكريمه والمسؤولين اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر ان مملكه البحرين دوله مؤسسات وقانون ولا مناص من احترام قوانينها والتقيد باحكامها لافتا سموه الى اننا لا ننسى دور ابنائنا في خدمه وطنهم ومجتمعهم ونحن في البحرين عائله واحده مترابطه متحابه بقياده حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل صباح اليوم بقصر القضيبيه عددا من كبار افراد العائله المالكه والمسؤولين حيث تطرق سموه الى الحديث معهم عن بعض قضايا الشانين المحلي والاقليمي. وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان البحرين استطاعت ان تقطع خطوات متسارعه على صعيد التنميه بمختلف انواعها وذلك بانتهاج برامج واستراتيجيات تضمن استدامه هذه التنميه وفق المعايير الدوليه وبما يتناسب مع متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل ونوه الى ان ابناء البحرين كان لهم عطائهم الكبير واسهامهم الحيوي في كل مراحل التنميه التي شهدتها البحرين وانهم اثبتوا في كل المواقف انهم العنصر المؤثر الذي ترتكز عليه كل جهود الوطن نحو التقدم والازدهار واكد سموه حرص الحكومه على ان تكون المشروعات التنمويه ملبيه لتطلعات واحتياجات المواطنين في مختلف المدن والقرى وبالشكل الذي يسهم في تخفيف الاعباء عن المواطنين وتوفير اسباب الحياه الكريمه لهم على المستويات كافه وشدد على أهمية دور الشراكة المجتمعية في تحقيق ما نرجوه للوطن من نهضة وتقدم وقال إن الجميع عليه واجب ومسؤولية تجاه هذا الوطن وعلينا أن نبادر بإسهاماتنا في كل ما يرتقي بالبحرين وشعبها وأشار سموه إلى أهمية استثمار الفرص الواعدة والمقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لمواصلة دفع مسيرة النماء وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير مزيد من الفرص للمواطنين. هذا واكد سموه ضروره الحفاظ على قيم الوحده والتماسك المجتمعي التي تشكل سياجا للاوطان في مواجهه المتغيرات والاحداث التي تموج العالم من حولنا وفي الشان العربي حيث اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان الامه العربيه تواجه العديد في الوقت الراهن تحديات عده تهدد امنها واستقرارها وحق شعبها او شعوبها في التنميه حيث قال سموه علينا ان نكون كدول وشعوب اكثر يقظه وحذرين وان يكون التواصل فيما بيننا هو السياج الذي يحفظ لدولنا سلامتها ويصون ما انجزته من مكتسبات في شتى المجالات.